يلا اقسم بالله يا جماعة، لما جيت اصور سناب ان قلبي بوم بوم، لا ايش بوم بوم، طربقة 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 طربقة. عزيزي المشاهد، هل انت مع او ضد اني عسل؟ ابغاك تجاوب بكل شفافية. يلا نبدأ التصويت. الهلال نص قمر، القمر هل من اعتراض لا سمح الله؟ عندي سؤال اتمنى انكم تجاوبوني بالله دحين، كيف تفرقوا بيني انا والقمر؟ ابغى اعرف كيف. نتكلم جد بدون استهبال، كيف تفرقوا؟ اذا انا بنفسي اوقات اضيع ارفع راسي اقول يا الله ايش طلعني فوق، انتوا كيف تفرقوا؟ اتصل علي واحد من الشباب يا ليت وما اتصل عليه، وانا ندمت اني رديت عليه اصلا، صدمني بموضوع قال لي سيتم فرض ضريبه على الجمال. ولك من وين اجيب مصاري؟ مساء الخير يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين ويا رب تكونوا في افضل حال. طبعا كلنا مخنوقين وانا بنفسي مخنوق، ورب الكعبه ما نكمل التصوير. مين قال 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 اسمي نبيد الفتة تخاف والله مش هكسر بشي زيز والله قال 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 ترى احنا الحلوين وانتو كلنا زي بعض، كلنا بشر وبناكل من نفس الشيء، لا تقعد تشوه سمعتنا تقول الحلوين متكبرين وشايفين نفسهم. انت ما تكلم يا اخي، كلمني اذا ما رديت عليك يا اخي من حقك يا اخي تطقني اجري ورايا بسكين يا اخي ادعمني، هذا من حقك يا عيال. شو السالفة؟ كل واحد يحب له ثنتين ثلاث اربع بنات خمس بنات، وش خليتونا؟ يلعن ام قلة الادب يا عيال، ما في عدد ترى، كل واحد يحب له واحدة. يعني والله العظيم هذا تبذير، هذا اسراف في البنات. خلصت امه، كل واحد جاي ياخذ الاربع خمس، اربع خمس، نجي حنا ما نلقى شيء. ناس انا زعلان، انا الحين راجع من محل الورود، صاحب المحل سوى فيني حركة بصراحة مرة ما عجبتني، رحت ابغى اشتري ورد قام مسكني غلفني وحطني في الثلاجة. يعني معقولة ما يفرق بيني أنا والورد ويحطني في الثلاجة في البرد دا يرضيكم يا ناس؟ يقول لك لو تبي تتزوج وتكون مرتاح خد لك واحدة من برا، أما تروح تاخد لقريبتك نفس أخلاقك ونفس شكلك وتبي تكون مرتاح. يا أخي لاحظ حتى الأكل لما تجيبه من برا كيف يكون مختلف، شغل مخك خد من برا. محل لحم، أقراها كده بالعكس، أقراها تاني بقى. طيب يا أنا يا نيوتن الليلة، اليوم النهاية بين أنا ونيوتن بس. لا حول ولا قوة إلا بالله يا جماعة، تخلوا شوفوا خبط الكفار، شجرة كريسمس هذه كلنا ضدها ما بنستخدمها، بس هم إيش سووا؟ خلونا نستخدمها بطريقة إحنا ما ندري، حطوا لنا هي صوتية في السناب. أنت الحين لما ترسل صوتية كأنك اشتريت شجرة كريسمس وحطيتها في بيتك، نفس الشيء. انا لحل لو ما شغلت مخي اكتشفت الخبز هذا ما كان احد عارف، بل بالعشرات بالمئات الناس ما تعرف، فلازم تبلغ غيركم يا جماعه الخير. صوتيه في السناب نبطل، ايوه يا نكتب يا نتصل، لانه احنا قاعدين نستخدم. لا حول ولا قوه الا بالله، اتمنى انه المقطع هذا ما يوقف عندك، يوصل لملايين الناس عشان يبطل يستخدم هذا. حسبي الله ونعم الوكيل. دحين في ملابس لما نلبسها في البرد تدفينا، حلو حلو. طب ليش ما في ملابس لما نلبسها في الحر تبردنا؟ والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفين. والله العظيم